عند سفح الأهرامات اجتمعت الأناقة العصرية مع الحضارة الفرعونية في عرض لدار الأزياء العالمية ديور، لتكشف الشركة الفرنسية عن مجموعة ملابسها للرجال لخريف وشتاء 2023، وذلك وسط حضور كبير من نجوم العالم في أجواء مبهرة. حدث عالمي زي ديور فاشن شو، عروض أزياء ديور العالمية، يتعمل هنا في منطقة أثار الأهرامات في أهم وأشهر منطقة أثرية في العالم. لا، قدر يلفت أنظار العالم كله لمصر، وخاصة هنا في منطقة أثار الأهرامات. إيفنت بتاعهم جنب 7000 سنة حضارة جنب الهرم، الواحد بيجي هنا المنطقة بيقشعر لما بيبص على الهرم. فتخيل هم قدروا أنهم يعملوا إيفنت زي، هم طبعا مبسوطين وطبعا مستفيدين جدا، وإحنا كمان مستفيدين. الحضارة المصرية القديمة حضارة أثرت في مبدعين كتير، سواء في الموضة سواء في الفن زينا، يعني كل الأعمال فنانين معاصرين أجانب متأثرين بالحضارة بتاعتنا. فنفس الحاجة في الموضة وفي حاجات كتيرة قوي في الإبداع، وياريت نشوف حاجات كده أكتر، وقريب بقى أفلام تيجي تتصور في مصر. هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة، كما أنها المرة الأولى التي تنظم فيها ديور عرض أزياء في مصر في ضوء احتفالها بمرور 75 عاماً على تأسيسها. إحنا عندنا مكان يعتبر من أهم الأماكن اللي موجودة في العالم وفي الكرة الأرضية. الحاجة الجميلة إن أنت يبقى عندك براند عالمي زي ديور يبقى موجود هنا، أول إيفنت ينظمه ديور في مصر أو أول فاشن شو ديور يعمله في مصر يبقى موجود في مكان حضاري زي ده. دي حاجة جميلة جداً، حاجة يتشرفنا وتخلينا ان احنا نبقى فخورين ان احنا مصريين وان حاجه زي كده بتحصل عندنا. التغطيه الاعلاميه للفاشن شو اللي حصلت في معبد حتشبسوت والنهارده كانت ضخمه جدا جدا جدا، فده دعايه ذكيه جدا للبلد، وكل الدول يعني بتحاول تعمل افكار زي دي، فانا مبسوط ان احنا بنعمل حاجه زي كده. حفل ديور العالمي ياتي بعد اقل من شهرين على عرض ستيفانو ريتشي بالاقصر، ليؤكد أن الحضارة الفرعونية أصبحت وجهة لدور الأزياء العالمية عندما ترغب في كشف النقاب عن جديد إنتاجها في عالم الموضة. محمد عبيد، مساء دي أم سي.